بن جاب الله فغولي عاد إلى التشكيلة الأساسية ولعب 83 دقيقة مع فريقه غلطة سراي، كان من بين اللاعبين الذين اقتربوا من التسريح أو اقتربوا من الاستغناء عن خدماته مع المنتخب الوطني الجزائري، ولكنه بعودته إلى التشكيلة الأساسية قد يحرج الناخب الوطني بالماضي. هل تتوقع أن يعود إلى التشكيلة الوطنية؟ وكما كان يقول لك الشيخ علي، يعني المدرب أضر، درك حنا نتبعوا في رأيه، ولكن حنا كي تسألني أنا نمد وجهة نظري أنا ليش كيما نكون غلط، ممكن راني هذه وجهة رأيي فقط. دوك كل مثلا هذا اللاعبين هذو يحبسوا ليكيب ناسيونال تاعنا، تحبس والله كيفاش مش فاهم انايا. من 2010 وحنا مازلنا معلي نفس الاسماء والمدربين يعقبوا، وقال المدرب هذا مش مليح نحيه، لا لانه خسر وخسر ما على باليش انا ماتش اميكال، والله نفس اللاعبين لازم يوليونا نفس الاسماء نفس اللاعبين باش ما منش فاهم انا. لازم نفهموا حاجه، لا انا في الجزائر كامله ما كانش لاعبين اللي يروحوا ليكيب ناسيونال. اعطيني اسماء. نعطي لك انا اسماء ونعطي لك اسم مثلا، نزل لك الحارس زبه مصطفى احسن حارس في افريقيا حاليا، ونزيد نروح معاك بعيد موش بالعاطفه نقولها لك، من احسن الحراس العشره الاوائل في العالم. بعد ما ادى مباراه بعد ما تالق لا بعد من نهار كان يلعب في الحراس، بعد ما تالق في مباراه فقط امام الوداد البيضاوي. يا اخي يا اخي يا اخي اسمح لي سامحني 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 يا اخي، دعنا ننتظر الى مباراه الاهلي حتى ربما يتالق في مباراه الغد ثم. لا حبس، انا نقول لك وجهه نظري مش غلط. دوك انت كي تقول لي تسمى شغل ولات امر بيني وبينك، لا 10 من افضل 10 حراس في العالم، هذا شيء مبالغ. منين نقول لك في الجزائر عندنا لهنا لاعبين والله ما هو بغرور، لان ماهمش مسلطين الاضواء لا فريق وفاق سطيف. اللي قلت لك الاول عندنا بدران يقدر يلعب، جابو يقدر يلعب، كاين لاعبين نجيبوهم من اوروبا ما يلعبوش حتى في فريقهم ويجوا يلعبوا لنا هنا، سبحان الله العلي العظيم. او ما يلعبش في فريق تاعو، كيف تجيبوا لي كيف ناسيونال؟ انا نحب نفهم حاجه، وشني السيليكسيونير وشني لونترينور؟ دوك احنا عندنا سيليكسيونير والله عندنا لونترينور في الجزائر، فهمونا وشني سيليكسيونير وشني اونترينور؟ لان اونترينور وعنده ان سيليكسيونير اللي راهو يجيب له صحه، الا عاد هو سيليكسيونير واونترينور انا نقول له يا شيخ بالماضي عندنا دي جوار لنا في الالجيري ويلعبوا في سطيف، عندنا دي جوار يقدروا يلعبوا في ليكيب ناسيونال، دليل على ذلك راهم متاهلين المربع الذهبي تاع كاس افريقيا، لانه قلنا وكانوا الناس عقبوا لنا قال لك ما تقدرش تجيب ان الواحد اللي عايش في الاوروب يلعب في الافريق، ونبقاو دائما في المشاكل. هاني نقولها لك ونزيد نعاودها ونأيد الناس اللي قال لك تجيب واحد عايش في الاوروب يلعب في الليميديتي، مستحيل يقدر يلعب. المهم زغبة من بين افضل 10 حراس في العالم حاليا. انا نقولها بدون غرور، من افضل الحراس في العالم زغبة مصطفى، والله الا نعرفه، والله الا نعرفه انا ويلعب في سليف، والله الا نعرفه. هاني نقول